فرصت دیدار مهیا حتماً، بد به دل راه نده میرسد آبا حتماً. ای که دنبال دوای غم هجران هستی، می شود درد نهان تو مداوا حتما. ثمر گریه ما خنده روز فرج است، آن زمان می شکفت خنده به لبها حتما. دوره غیبت طولانی و تأخیر ظهور، امتحانی است برای همه ما حتما. کار ما منتظران چیست؟ امید و تقوا. غم مخور می شود آخر گره ها با حتماً. انبیا منتظر آمدنش می باشند، می رسد پشت سرش حضرت عیسی حتماً. یه آرزو تو این مکان مقدس، کاش باشیم و ببینیم که روز رجعت می سپارد علم خیش به سقا حتماً. زره شیر خدا بر تن و شمشیر به دست، می رسد منتقم حضرت زهرا حتماً. انتقام در آتش زده را میگیرد، انتقام در آتش زده را میگیرد و به آتش بکشد آن دو نفر را حتما. یا صاحب زمان، هر کی کارش داره صداش صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان. لطف کردن امام زمان، دعوتتون کردن از این فاصله دور، اومدید برا زیارت جدشون شب جمعه ای که همه انبیا، همه اولیا، همه اهل بیت علیهم السلام، خاص خود امام زمان اینجا ظاهر ابا عبدالله هن. اومدی اینجا جا قدم های امام زمان داری قدم میگذاری، برا سلامتی آقا دعا کن، برا ظهورش دعا کن، نیت فقط فرج امام زمان. توی همچین جایی که شما از اون موقعی که ساک و بسید و عازم سفر شدید، تک تک گناهاتون رو خدا بخشیده، اینجا روایت داریم از امام صادق علیه السلام که وقتی که زائر زیارت کرده با عبدالله علیه السلام رو، خواست بره، خدا ملک میفرسته میاد دست میزنه رو شونه زائر، میگه استأنف العمل، هر چی گذشته داشتی از خطا و گناه بخشیده شد، عملتو از سر بگیر، پاک شدی مثل روزی که از مادر متولد شد. امشب این شب جمعه ای دعای کمیل میخونیم ابا عبدالله علیه السلام
و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام رو واسطه قرار میدین. خدا به حق این دو بزرگوار همه من و شما رو غریق رحمتش قرار بده تو این شب جمعه از کوچیک و بزرگ گناه در گذرد انشاءالله. عزیزمون شروع میکنن سب کنیم فاطمه ای بانوی بشکست پهلو قائمت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد این قدر آخر منالت ضربت بازو و پهلو مونس تو پادشاه دلنوازان خواهد آمد از غرا از ضربت زخم گلو دل را مسودان غم مخور مرحب گذاره زخم پیکان خواهد آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي وهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي ولدت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فنائي كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء لكم كل شيء يا نور ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تعتق العصيان اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقمان اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفي بك إلى نفسي وأسألك بجودك أن تدنيني من قربي وأن توزعني شكرا وأن تلهمني ذكرا اللهم إني أسألك سؤال قابل متذلل أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته
وأظن فيما عندك رغبة اللهم أظن سلطان وعلى مكان وقضي مكر وظهر أمر وغلب قهر وجرت قدرة ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجل لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت وبجهدي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لستم أهلا له نشرت اللهم أظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وطادت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخبيب ما اطلعت عليه من سره ولا تعاجلني بالعقوبة على ما منكم ما عملته في خلواتي من سوء فعلي واستساءتي ودوام تفريقي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رفيقا علي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدوده وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه غضاء.